حجارة صافون، تلك الحجارة المعبرة باللون والتشكيل. صافون تلك الأبجدية التي تكلم بها نزار علي بدر وأبكى العالم لأنه أوصل كما هائلا من الصدق إلى الناس، لهذا تفاعلت الناس مع هذا الصدق وهذا الإحساس الذي استنفر عواطفها. نعم، إنها أبجدية صافون. كان لنا زيارة إلى ما يشبه المتحف الذي استحدثه نزار علي بدر في الهواء الطلق فوق منزله تماما. أطنان من الحجارة ولوحات مبتكرة وأعمال من هنا وهناك، لم نجد سوى لوحات ملحمية تحاكي الإبداع من أوسع أبوابه. حجارة صافون هي رسائل للعالم. نعم. بأبسط الأشياء. نعم. هو الحجر المتروك أو المهمل أو الموجود على شاطئ البحر، وأنا بجمعه وبلمه وبتعزف فيه وبنقله، وانتم شفتوا كمان حضرتكم الكميات الهائله اللي انا ناقلها من عكتافي ومتعزف فيها وقريان ابجديه لحتى انا شكل فيها اجمل العمل. انا اذا سالت الاستاذ نزار علي بدر، كيف تستطيع انت وانت الفنان الجميل الذي يستطلع بعينيه وباصابع يديه ذلك الحجر الموجود على شاطئ البحر أو على سفح جبل صافون إذا صح التعبير، كيف تختاره من بين الأحجار الأخرى وتقول هذا مثلا يصلح لي وذاك لا يصلح؟ طبعا هي نرجع دائما بقصتنا، قصة الحجر لأوغاريت. أوغاريت المدينة العظيمة اللي أعطت البشرية أول حرف أبجدي في التاريخ والحرف المسماري. وأنا قلت أنه أبجدية حجارة صافون هي الأبجدية الثانية لأوغاريت، لمس الضمير كل إنسان عاشق وأحب سوريا. الأبجدية الأولى احتاجت علماء آثار لفكر موزة، أما أبجدية صافون لم تحتاج إلا لقارئ جيد للعمل. أقول أنا دائما أنه كل حجر هو حرف أبجدي. في ملايين الأحجار وأطنان من الأحجار ومليارات عدد لا متناهي من الأحجار، هذه كلها أبجدية أنا بقريها على البحر وبلمها وبجيبها. طبعا ما يعني بشوف كثير انا احجار وكثير بتغرني الاحجار، بس ما لها قراءه مضبوطه، ما يعني ما بتشتغل عندي بشكل انه انا اني شكل فيها. ممكن اجيبها للونها او للالوان المتعدده اللي فيها. طبعا انا ازهلتني هالاحجار هذه، صار في عندي يعني حاله عجيبه من حاله روحانيه بيني وبين الحجر. أنا في علاقة، العلاقة الكبيرة بيني وبين الحجر علاقة ممكن ما بعرف، بعتقد أنه ما حدا رح يخوض فيها التجربة هي مثل ما خطوا. أنا لي 10 سنوات تقريبا اللي بطلع مشي من هون البسيط، بحاكي الحجر، بعطيه من أحساسي، بيعطيني من روحه حتى نوصل أنا والحجر. طبعا ما الفضل لي أنا والحجر لعمل يرتقي، وهالعمل هذا أنه يحكي قصة، هو قصة وطن، قصة سوريا، قصة الفقراء، قصة المهمشين، قصة المهاجرين، قصة الإرهاب، قصة الدمار، قصص كتير عشناها في سوريا خلال هالأزمة اللي صارت والحرب. وأكيد سوريا منتصرة بهمة وأرواح شهداء العظماء اللي قدموا نفسهم. أنا لا شيء. أخذنا نزار علي بدر بعيدا في متاهات الحجر، وذهبنا في جمالياته وأبعاده، ودققنا في أبجدياته الرائعة، فوجدنا لغة فنية غاية في الاحتراف والبراعة والتي تشكلها الحجارة بحسب رأي الأستاذ نزار علي بدر. أستاذ نزار، حقيقة يعني مثلا هذه الأحجار التي أنت هون مشكلة على شكل قلب، لنتحدث عنها، كيف تراها؟ رح فرجيك لو فرجي الإخوة المشاهدين. نعم. بشكل جدي جمال هالألوان هذه، وفي ناس كثير بتشكك أنه أنا عم بلون الحجر، أنا ما بلون الحجر، مستحيل أني لونه. رح فرجيك هلا مباشرة، رح كب مي على الكاميرا وفرجيك الألوان الحقيقية. طيب لحجر خلينا نجرب لحجر صافون. خلينا نجرب، يلا أوكي. نحن نلاحظ هذه الألوان الجميلة، فعلا تغير المشهد تماما.
كم هائل من الحجارة وكم هائل أيضا من الألوان والتعريقات. في العشر سنوات حوالي يمكن أطنان هائلة من الحجر، وحملتها من رأس البسيط ومن أم الطيور وتقريبا من جميع مناطق الساحل السوري الجميلة. نعم. يعني حملتها وتعذبت فيها لحتى شكل فيها، وأنا بفرط بحجر. بيبدو لي هيك. ما فرط بحجر بالمرة يعني، ولا يمكن إني أنا فرط بحجر من حجارتي أبدا. أيوة تمام. خلينا نشوف هون كأنك مشكل سوريا أستاذ. طبعا طبعا هي سوريتنا العظيمة مع لواءنا لواء اسكندرون. طبعا أنا لا يمكن أن يهملوا من خريطتنا هي الواضحة، وجولاننا العظيم كمان. سوريا هي سوريا بشوف أنا بها الألوان الطبيعية، هي ألوان البشر الموجودين فيها، تنوع وتلوع. طبعا طبعا انا دائما شو بقول دائما كلمه جميله، يعني ما بعرف فيني ممكن في ناس ما بيستحبوا، انه كل من خان سوريا فليبحث عن جذوره. انها ابجديه صافون، ابجديه العشق الازلي لهذا الحجر وهذا البعد الثقافي المعنوي. سوريا عظيمة، سوريا أمنا، الأم العظيمة هي سوريا، لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على ميتها، لازم نحافظ على جبالها، على بحر، على نحافظ على سوريا، وحافظنا عليها يعني قدر استطاعتنا نحن حافظنا على التراب الجميل. أستاذ نزار، أنت عم بتشكل الحجر، قديش يعني بتكون مستمتع بأنك عم ترصف مفردات أو عم بتشكل لغة معينة، وهي هذه اللغة التي تسميها أنت أبجدية الحجر إذا صح التعبير؟ قلت لك أنا سابقا أنه في أنا، هل هناك متعة وهناك حوار يعني بينك وبين الحجر؟ تستطيع أن تنقل رسائل هائلة إلى الناس، إلى المجتمع. خلال الحرب الكونية على وطني الجميل سوريا شكلت ما يتجاوز 30,000 تشكيل. نعم. 30,000 تشكيل طبعا أغلبه مدمر، يعني أنا ما فيني أثبت كل الأعمال الموجودة. نعم. تعرف أنت وضع الكهرباء وحتى وضع مادي يعني لواصق، وفي أشياء يعني أنا مستحيل أني أقدر أثبتها يعني. نعم. وبتمنى كمان اتطرق على شيء بخصوص اعمالي انا. انا كان عندي حلم، هالحلم هذا يكون متحف لسوريا. أبجدية حجارة صافون، أبجدية خالدة. اي حدا بيشوف حاله انه عنده الرغبه انه يتعلم هالفن هذا. نعم. انا مستعد. طيب نزار، انا بدي هيك نترك حجاره صافون اللي هي فعلا يعني حقيقه ما القلب نتركها حقيقه، يعني لالوانها لجمالها وللطريقه التي ترصف بها الحجاره، يعني ما شاء الله معرض، يعني طريقه العمل بهذا الزخم وهذا الكثافه من الجمال، فهي طريقة جميلة جدا يعني ورائعة. أنا كنت أود أن أسألك سؤال حول الحجر والنحت إذا صح التعبير، أو تلك الصخور التي كنت تحدث فيها قطوعا جميلة ونحتا مميزا. أي نحات أو رسام أو أي مبدعين في عنده رسالة، هالرسالة هي بتوصل، وإحساسه للفنان بده يوصل من خلال الحجر. أنا دائما بشوف فيه التمثال بدي اشتغله، بشوفه جاهز خالص. العمل التشكيل أو النحتي اللي بدي أنا أنجزه موجود، إن يكون أنا عندي فكرة مسبقة عنه، فكرة مسبقة أكيد يعني. طبعا أغلب الأعمال هذه عملتها ونحتها برأس البسيط على شاطئ البحر. نزار، هاي الأعمال قديش إلها يعني؟ تقريبا عشر سنوات تقريبا. عم تتعرض لعوامل الطبيعة بين أنا والله أنا أجدها تحف حقيقة. أستاذ نزار، من يرى أعمالك وخصوصا أحجار صافون، عندما تستطيع أن تفعل كل هذا الحوار، يعني إذا أنا لاحظت هنا في هذه اللوحات مجموعة من الحوارات التي تدور بين عالم متحرك، نجد أن هناك نزعة للوحة المتحركة، ومن هنا نستطيع أن نقول هناك نوع
من الانيميشن اذا صح التعبير. ربما يشدنا هذا لعمل نوع من الانيميشن حقيقه، وسيكون ذلك إن شاء الله. وأنا أدعوك لهذه الفكرة تحديدا حتى نستطيع أن، أنا في حوار من الحوارات وكنا سويا على إذاعة أمواج FM، وقلت لي أن هناك كان نوع من فيلم الإنيميشن، وهو يعتبر بهذه الطريقة من أول أنواع الأفلام الإنيميشن بالعالم. تماما، أن تحرك الأحجار وتصورها ثم تنقلها إلى مكان آخر وتصورها، يعني هي مسألة ليست بالهينة إذا صح التعبير. وهناك أيضا عملية فيها من الصعوبة بمكان أنه عم بيطير طائر من الحجر بجناحين وتحاول أن تنقل الحركة بشكل حالي طبيعية، يعني مسألة ليست سهلة طبعا. هل سيكون هناك عمل قادم؟ أنا بتمنى هالفيلم هذا يكون لسوريا كلها، لأنه هالفيلم هذا هو الوحيد بالسينما، يعني أنا جاهز لأي تشكيل كان ولآلاف التشكيلات جاهز لألي يعني. كمان بدي نوه على شغلة، أنه أنا ما محتكر هالفن هذا في العالم، لا 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 لا, لا. الفن هذا ممكن أنا بعد مني، بس في شيء هون ممكن يطلع في إسبانيا أو بفرنسا أو بإيطاليا بحوض المتوسط، يعني فنان أعظم من نزار مليون مرة، بس بشرط في عنده شروط هون، إنه راح يعيش حالة 10 سنوات حرب وقتل وتهجير ودمار، إيه بس يعيشها، بس تكتمل الفصول هذه. سأقول لك ما يقال، يعني أنا أحد الناس الذين يمرون على الفن والفنانين، وهناك بعض الأحاديث التي تدور في صالونات الفن مثلاً وفي مقاهي الفن إذا صح التعبير. هناك بعض الفنانين يعني يجلسون في المقاهي ويدور حوار بينهم. هناك من يقول أن نزار علي بدر مثلاً شو عم بيشتغل، يعني شو يعني مجرد واحد عم بيرصف حجارة، أي حدا بيرصف حجار أو كذا. أنا شخص يعني إنسان بنظر لورا ولا بنظر لكلام الناس، بتحمل النقد البناء. طبعاً أنا عملت شيء بفن حجارة صافون لم يفعله أحد في الكون ولن يفعله أبداً. لم أترك مناسبة أو أي شيء يخطر على بالي إلا شكلته بحجارة صافون. وهلأ كمان مشان ردن على الناس اللي عم تحكي يعني إنه نزار ما عم بيلعب بالحجر أو ما يتسلى أو كذا، ردن عليهن، أنا رح هلأ عم جهز لعمل ضخم طبعاً، والعمل هذا رح يكون طوله 5 متر. قلت لك عليه سابقا هو انا ومغمض العينين، رح يكون في كاميرا عم بتتابعك، اكثر من كاميرا اكيد، يعني عم بتراقب كل الحركات اللي عم بسويها. انا مغمض في احساس، قلت لك انا عم بشتغل باحساسي، ما المهم انا اشوفه الحجر، المهم انا احس بالحجر. مساحات مشبعة بالحجارة ولوحات وتحف شكلت أفكارا وإبداعات فنية، ملاحم صافونية متحركة في محاكاة للحياة والطبيعة. طبعا نزار يحاول أن يشكل لنا تشكيلا بأحجار صافون. يقرأ شكل الحجر وماذا يمكن أن يعطيه شكلا، ربما يحمل شكل الرأس أو يشكل مثلا هذا الحجر شكل اليد أو ربما الحذاء الرجل. هذه هي القراءة التي يجيدها أستاذ نزار علي بدر في عملية رصفه للحجارة، حجارة صافون. وكأنه طفل يتعلق بأمه.
الحوار بهذه الحجارة التي يبرع في تشكيلها نزار علي بدر؟ هكذا يكون قد تشكل هذا العمل. هو حوار بين أم وأولادها. أستاذ نزار علي بدر، بكلمة أخيرة، ماذا تريد أن تقول؟ شكرا من القلب. الرب يحمي سوريا ويحمي جيشنا العظيم. بهالمناسبة بعيد كل أم شهيد وبوس إيدها وإجرها. شكرا كثير لكم. شكرا لك. كان حوارا شيقا وجميلا استطلعنا فيه شجون هذا الفن البارع.